تشكل البوسكاشي وهي عبارة تعني جر الماعز الرياضة الوطنية في أفغانستان على الرغم وحشيتها وقساوتها. واشتهرت هذه الرياضة قبل 800 عام وهي تقوم على تنافس الفرسان الملقبين تشوبندوز على جر ذبيحة من دون رأس غالبا ما تعود إلى ماعز أو عجل من أحد جانبي الميدان إلى الآخر على أن يعودوا بها إلى نقطة الانطلاق لتحقيق الفوز. على تشوبندوز الجيد أن يكون قوياً وأن يمتلك تقنية جيدة، عليه أن يكون خاضعاً لتدريب مكثف وأن يتمتع ببنية صلبة، ومثل بقية الرياضيين عليه أن يتبع نظاماً غذائياً خاصاً خلال فترة التدريب. وتشكل رياضة البوسكاشي بالنسبة إلى فرسان مثل حسن بهلوان شغفاً ومصدراً لكسب الرزق على حد سواء، فالفائزون يكسبون جوائز أو مبالغ مالية قد تصل إلى آلاف الدولارات خلال البطولات المرموقة، غير أن البوسكاشي مرت بمرحلة مظلمة، فقد تم حظر هذه الرياضة خلال حكم حركة طالبان بين عامي 1996 و2001. خلال حكم حركة طالبان كنا وخيولنا في الجبال نقاتل ضد طالبان. أترى هؤلاء الناس جميعهم مقاتلون سابقون، ولكننا نعيش في سلام الآن في ولاية بلخ. ولطالما كانت البوسكاتشي حكرا على الرجال، حتى أن الخيول كلها ذكور، وتنظم سنويا أكبر بطولة لهذه الرياضة هنا في مزار شريف في مناسبة رأس السنة الفارسية. نشعر بسعادة كبيرة لدى رؤية الخيول تعدو بسرعة، نحن فخورون بثقافتنا هذه. عندما تتجه الخيول نحونا علينا حماية أنفسنا لتجنب التعرض للإصابة، فمثلما ترى الخيول كبيرة الحجم، وإن دسك أحدها لا تسبب لك بكسر في الساق أو في مكان آخر. وتشتهر البوسكاتشي كثيرا لدى الأفغان في شمال البلاد، حيث يسير شبان كثيرون على خطى آبائهم لمواصلة إحياء هذا التقليد الذي يمثل إحدى وسائل الترفيه النادرة في بلد مزقته حروب دامت أكثر من 30 عاما.